BFM, émission impossible. Burhan Bsaïs. سبعة وعشرة دقائق، مرحبا بكم. هذه إيميسيون امبوسيبل، حلقة الخميس 1 جوان 2023. المطر الغيث النافع، إن شاء الله بالخير والبركة، محلاه الطقس، الماء إن شاء الله يا ربي تتملاه السدود، المائدة المائية، الأرض العطشة تروى، الحمد لله يا ربي، لك الشكر ولك الحمد. طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا، الكياسات رد بالنا، ناخذوا حذرنا، ننتبهوا، الكياسات مبلولة. طريق السلامة والنجاح للناس اللي تستعد باش تخرج من ديارها، موجهة لمواقع العمل وأيضا مواقع الدراسة. مواقع الدراسة اللي هي متابية، تعرف امتحانات تبهيد للبكالوريا وقبلها امتحانات نهاية السنة في كل المستويات متاع التعليم، رغم للأسف مازال التعليم الأساسي متمسك بحجب الأعداد، ولكن إن شاء الله خير، نتفائلوا خير بهالنهار الجميل بغرة جوان، عيد النصر في تونس. إن شاء الله أياماتنا كلها نصر وفرحة وسلامة وحب وتسامح وزياد الهني. يا صباح المسك والعنبر، يا أحلى صباح، صباح الورد والمحبة، صباح الخير لكل أهل الخير، كل من قصد ثنية متاع خير، إن شاء الله ربي يوفق في انتفاع ماله. أمين. وإن شاء الله ربي يوفق القضاة اللي اليوم عندهم وقفة احتجاجية في قصر العدالة بمناسبة مش اتفقنا السياسة ليه في الصباح على وقت اني نحييو العباد بات بوليتيك؟ اش خير مش بوليتيك؟ وقفة عز وكرامة يا ولدي، وقفة تاع قضاة منتصروا لاستقلال القضاء اللي هو في مصلحة التوانسة كل. زياد ديما ينقلب على الاتفاق، خير منها هذية، ديما ينقلب يحيى القضاة الأحرار في بلادي اللي رافضين الظلم ورافضين السطو على القضاء بتاعهم. يلا مراد زغيدي، صباح الخير، ما تغشش مراد. صباح الفل يعتبر انه البارح جبدنا حكايات ودرا شنو البارح. تو نحكي هذا خارج الوقت. صباح الفل ساعة خير. شفافية، اجتماع مجلس الإدارة ديما شفاف. صباح الخير مراد. انت حررت على ليسونس. صباح الفل. لا لا لا، قال لك جبدتوا مساد، ما مساد ما جبدناش. صباح الفل حسين الوالد. صباح الفل على الناس اللي يسمعوا فينا. والله مراد تفضل. صباح الخير. صباح الخير للناس اللي يسمعوا فينا الكل. كيما قال قلت شيء، قال شيء ولا ما قال شيء؟ قلت اي، قلت اول حاجه لانه هذيك اهم حاجه، ردوا بالكم في الطريق بالضبط. وانا جاي توا راه في ناس تجري وناس دوبل وناس دوبل على اليمين وناس دوبل على اليسار، راهو الفو ميو تخلط دقيقتين روتار بالضبط، كما تخلطش بالكل. واحنا روتار ديجا مستنسين من عند من عند من عند من عند المولى. ردوا بالنا لانه المطر هذه هديه لنا الكل، هديه لبلادنا، هديه من السماء. وتحيه للطلبه اللي قاعدين يعديو في البريود هذه، ولبيتهم ولميتهم واللي قلوبهم معصوره، اما بربي بربي واحده واحده في الطريق. راه نحب نذكر واحنا اللي احنا ونشوف الارقام المره الاخرى يا سي برهان، متصدرين الترتيب العالمي في حاجتين، في نسبه حوادث الطرقات الخطيره بار ابيتون، وفي نسبه بداية التدخين في العمر. البارح اليوم العالمي صدمت بالارقام بصراحه. انا من اكبر الدعاة ضد المنع التدخين، لكن ما كنتش نعرف. وانه انت ضد منع التدخين؟ انا معاه منع التدخين بطريقه راديكاليه. بربي بربي مراد، شو تسعة سنين المعدل في تونس؟ انا والله 8 و9 سنين رانا في الخمسه الاولانيين على 200 بلاد. نحب نعلق مراد، بربي البارح شفت انه وزاره الصحه سلمت التونسيه شهاده وجائزه من عند منظمه الصحه العالميه في اطار جهود مكافحه التدخين. ما نحبش نظهرك اللي نبخس كل واحد، مبروك الشهاده، لكن انا في بالي لازم تكون حافز بالفعل في سياسات. قاعد تشوف في سياسات، حتى سياسه قاعد تشوف في، حتى سياسه مش من تو، قاعد تشوف في ومضات، قاعد تشوف في وقت من الاوقات. عملوا كومباني حلو في وقت في وقت من الأوقات يا مراد، تعمل القانون بتاع مكافحة التدخين في الفضاءات العامة بالضبط، وكان يطبق بصرامة بالضبط. القانون هذا تقريبا أصبح باليا متروك متروك في الرفوف. يعني قبل كانت ريستورونات من حقي ندخل بارتي ما فيهاش عباد النوفيماغ اللي يحبوا يتكيفوا عندهم المربع متاعهم في قهاوي. وصلنا في تقريبا قبل 2011 ولا فما تطبيق يطبق في مكان وحيد في مطار تونس قرطاج، في مطارات توا شوي حتى قبل. لكن قبل وصلت في مقاهي، وصلت العباد تخاف، وصلت واحد خويا اعطيونا حاجه فاش قام تحمل مسؤوليه الناس اللي كارثي. لو كان اقول لك على غريبه، أي. انا مشيت ثم معرض رائع اقيم النهارين هذوما في مدينه الثقافه. أيوة. معرض عالمي للفنون التشكيليه. أيوة. الفضاء كان رائع، المشاركات من مختلف دول العالم شيء يشرف ويرفع. أي. الراس. أي. لكن الصدمه الكبرى كانت دخان الفضاء مسكر.
زوز قهاوي، زوز قهاوي، واحدة فني في المدخل اللي منا والأخرى في المدخل اللي في الدين الغادي، والدخان يعجعج مدينة الثقافة. تقول في مدينة الثقافة علاش هكا الدخان خويا العزيز؟ ماهوش معقول. بالضبط بالضبط. والطفولة كيف كيف. نجيب صباح الخير، ماهوش باش يهديك ربي وتبطل الدخان. صباح الخير برهين، صباح الخير الرنين صادقين، يا ربي الأمل عليك وشدة فيك. اليوم تبارك الله المطر تصب، من ينصره الله فلا غالب له، فهمني ولا؟ أيوة. ولكنهم عاملينها وجيج جفاف وفي الصيف باش يقصوا الماء والعبادة على ربي في الوجود. من ينصره الله فلا ولي حبي يعمل ولي حبي يعمل وقف اعتجاجية لربي سبب المطر ما فهمش وقفات. على القضاة انت معناها تدعي ربي على المطر بالعاني باش تفسد وقفة اعتجاجية. والامور منظمة ولاباس، واللي يتكيف يلزم يبطل حفاظا على صحته وعلى صحة غيره. انت شنو وربي يهدينا الخير، ما عندكش برنامج هكا للتبطيل. ربي يهدينا هداية هداية ربي، ده 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 يترب ده يترب توصل للمطر توا توا. المطر راهي مجعوله للواحد مش ضد القضايا نتاع البشر نتاع الواحد توا. سي زياد يتمنى معناها نجاح الوقفه نتاع القضاة، وانت تتمنى المطر تقعد تصب باش تفسد الوقفه. تصب بطبيعتها انت لا عندي انا النشره الجويه غزل لي بيني وبينكم. انت هذاك عام في السياسه في الايديولوجيا. لا والله لا. لا والله لا. انت انت كيف كيف. انا نعمل العلم، انا نعمل العلم. عندي العلم. عندي كل ساعه كل ساعة المطر باش يصب ولا تراها العشرة شفم. اعطيني كسي نعطيك بالضبط العشرة شفم يا سيدي. العلم غزل لي ما تراها يا علم العشرة شفم. الوقفة بتاع القضاة وقت ايه زياد؟ مع الحداش لا حداش لا حداش بوه لا حداش 30% باش تصب 0.2 مليمتر. بالنسبة 30% تنجم ما تصبش، وتو نشوفوا الحكاية هنا شنو هو الموقف السياسي بتاع السماء نعرفوه مع الحداش. يلا هذه ايميسيون امبوسيبل تنطلق كالعادة كالعادة والعوايد. نهزوا يدينا ونقولوا اللهم إن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. الفليجة كما وعدناكم، الربح مكمل في إيفام مع الفليجة. وما أدراك ما الفليجة؟ اليوم الصباح في ميسيون امبوسيبل، لا مش اليوم الصباح، نهار اثنين الصباح في ميسيون امبوسيبل عرفنا أول زوز رابحين بشيك كادو بقيمة مليون. أنتم تنجموا تكونوا زادة من الرابحين، سهل برشا وين ما كنتوا تجبدوا تليفوناتكم وتبعثوا SMS فيه EFM على 85 85 8 وتجاوبوا على السؤال السهل متاعنا وتكونوا من الزوز الفايزين كل نهار اثنين بشيك كادو قيمته مليون. وزيد بنفس SMS هو بيدو تدخل في القرعة الكبيرة اللي تربحك 10 ملايين كاش كان مش أكثر. سوم SMS نذكر 980 مليم. ومع EFM والفليجة قول الربح إيجا. كأس اللوردات متنوع فيه الرياضة والحدث الرياضي. البارح منتخبنا أداء حسن يعمل الكيف ضد البرازيل رغم أنه نهاية المباراة طبعا نتيجة 4-1 وترشح المنتخب البرازيلي. لكن الحدث وطني داخلي على المستوى الرياضي وهو لقاء الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي، تقريبا أولى اللقاءات التي توقفت نتيجة حادث عنف كان ضحيته ممرن النادي الإفريقي سعيد السايبي مقابل اتهامات من الأولمبي البيجي وبعض المسؤولين في الأولمبي البيجي للنادي الإفريقي أن العمليات كل هذه كانت تمثيلية من أجل جني نقاط الربح وأنها كانت رد على عدم رضوخ الأولمبي البيجي، هكا قال مساعد المدرب بتاعه لمحاولات شراء وكان وعد بها رئيس النادي الإفريقي الأولمبي البيجي إذا كان يسلم في الـ في الـ في الماتش. يعني يبدو قالوا أنه عد الرئيس بريمات وشهرية هكا. يوسف العلمي انت تعرفه يوسف القدي قرا معاك يوسف يوسف قرا معايا نجيب 2001 يعملها نعرفه بالبيه بالبيه نعرفه شو يعمل وش ما يعملش. اعطيني شو يعمل. وايضا زاد كريم الحسني والناطق الرسمي باسم باجا قرا معايا زاد زوز قرا معاك اما مش فرد فتره لا لا مش فرد. كريم قرا معايا لهنا في الدرواء ويوسف في نابل. اي شنيه انت بلا مال انت اكثر واحد نجم يعني
تخضعهم للتحليل النفسي والمعطيات والمعلومات والاستعلامات. خلنا أعطيهم المراد لأن يوسف يكلمني فماش بيعطيني فريم مع جماعة الأخرين ولا أقول. هاي دعوة دعوة. هما قديم من ملاعبي بشي وعدهم زعمة حداش من ملاعبي ظهر لي يلعبوا برا. هالي كليب ميزانية ضيعة شوي ثلاثة أربعة يوعد مو حتى يخلصوا جمعات والساعة انت تفدك والله يوسف ينجم يعملها يوسف انت في بك قرينا ونحن صغار تو موضوع يدخل في موضوع. كنت عندك كهرباء وقت الكهرباء فيها في الواحد يجي الجامعة شكون يجي الفاك بكهرباء وانت بدأ بك تحرقهم الكهرباء تاع السادة وخلي عاد الطلبة تي السادة ما عندهمش كهرباء كان يوسف العلمي عنده كهرباء كان يوسف العلمي عنده كهرباء اي وكل بنوت كل شيء فيهم يوسف العلم اسمع يا سيدي هذا اختر ودي خلي الراجل بعائله تو تو نحكي على يا ماضي ربي 20 عام تالي الحكايه هذه ربي يغفر ويسامح وصارت برشا حاجات فكلوا مره برمي وانا حاضر معاه والعمليه كيف صارت رجوع البرمي وكذا في طريق القانون بالطبيعة الشفافيه عند يوسف العلم بالضبط بالضبط ايوه الشفافيه بتاع يوسف مرتش يا ضربه ترب خيل هذاك الصغر طيش الشباب هذاك طيش الشباب في الماتش بتاع البارح بريان وخلينا من فضلك تواني الورقة بتاع الحكم بتاع المباراة قال كيفاش بدأت العملية من لول يوسف معناتها قال كلام خايب استفز معناتها هي التحكيم من بعد بدأوا الجمهور يطيش في المقذوفات اللي يقولك سعد سابي يفلم وكذا ما انت حكم المباراة قال لك راهو تضرب وإصابة خطيرة واجبرني باش نوقف المباراة وعيطت للزوز قيادات الجمعيات باش وقفت المباراة لهنا فما زوز مستويات مستوى التصريحات بتاع كريم الناطق الرسمي بسمباجة صرح قبل كي مش بتاع صابر المحمدي فما الناطق الرسمي كريم الحستاوي المحامي كريم الحستاوي الناطق الرسمي بسمباجة باسم وفما ما انت قبل صرح كنت تذكر كي حولوا الماتش من صفيق سرادس قال كل جامعة عامله هذا الكل باش تعطي الكوب للترجي وكذا اللي بين تصريحه غلط ما فهمش منه كريت اللي كور خير ربح معناتها الماتش بتاعه فما البارد بعض التصريحات حب يرشي الجوارات يوسف العلمي وكذا تصريحات مش بتاع كورة يوسف عمل غلط كي استفز الحكم من اللون الجملة هذيك في الإعلام اللي يوسف العلمي حب يشري الماتش ما أنت يلزم وراها ما تمشيش هكاك بالضبط تحقيق يلزم ما تمشيش هكاك كان يوسف حاول يلزم يتحمل مسؤوليته كان الاخر يولي معناتها لمجرد معناتها زيد الماء زيد الدقيق زيد الماء زيد الدقيق ما عادش نجمو نتفرجوا في ماتش الماتش تقريبا من الاربع دقائق ولا نبدا الواحد وباجا توزع الكوب عمليا باجا مش تلعب على البطوله هذه حقيقه موضوعيه معناتها باه مش يهز الكوب على الجمهور باجا يطيش في الواحد هذيك من الاول من الاربع دقائق ولا نين ما نعرفش يا اخي ما نعرفش حسب اطلاعكم مراد بتاتر ما نعرفش اذا كان تبع ولا ما تبعش الهستوريك بتاع سعيد السايبي مع اولمبي باجي يا اخي سعيد خرج كان يراني في اولمبي باجي عمناه راه خرج بمشكله يا اخي هو مع باجا شوف كان مش يدخلوا في التفاسير هذيك ما عادش باش نخرجوا منها انا خلينا نمشيوا للامور الموضوعيه اول حاجه يبدو سمعت البارح البرامج الرياضيه نتاع اي اف ام واللي كان تغطيتها طيبه ومتميزه كالعاده البارح طبعا. كالعاده البارح كان فما ورقه نتاع تحكيم تقول فيها وانه المسيرين تاع النادي الفريقي اعتدوا لفظيا على الحكم كلام كبير وقت اللي قاعد يسخن قبل المباراه دونك هذا دوني اوبجيكتيف موضوعي حاجه ثانيه راو الاتهامات نتاع سي محمد البارح على الاولمبي البيجي هي اتهامات خطيره طبعا اتهامات نتاع قانون اتهامات نتاع حبس اتهامات نتاع فريق يتعاقب ويتيح للقسم الثاني راه مانيش نحكيو على شويه فما فرق ما بين مسير يقول الاربيتر مشري الاربيتر حكايه اخرى الاربيتر يخص الجامعه يخص لجنه التحكيم وقت يقول فريق يتعرض للرشوه لاعبيت يتعرضوا لمحاوله رشوه راه هذا بحث قضائي يتجاوز الاطار الرياضي دونك تصريحات غير مسبوقه تصريحات خطيره الناس اللي تبع الكره تعرف شنو صار في مسائل نتاع التلاعب ورشوه اهم مثال مارسيليا وقت عام 93 تابي شريز اعطى فلوس للملاعبيه نتاع وقت فريق فالنسيان عدى عامين حبس فريق وطاح للقسم الثاني تنحى له لقب البطوله مش نحكيه على حاجه خفيفه معناها حاجه من اثنين يا اما صابر المحمدي البارح تخمر وقال كلام خطير يلزم يتحاسب عليه
وإلا فما بداية متاع تهمة وراهي هذه قضية من النوع الثقيل جدا. أنا طبعا ما عنديش جمش نعطي حتى معلومة تبعتش الملف، لكن يعني أنت مراد من الناس اللي تقول لازم نيابة العمومية جدية معناها تتعهد بكلام تعليق أنا اللي قلقني وشوفوا شنية الحكاية. أنا نقول شو عندك دليل تفضل. هو لما حالة سئلة شنية أدلتك على الحكاية قال مسؤول عندنا في بيجا قال، واحنا المسؤولين نتاعنا صعيب ما دام مسؤول قال معناها قال جو سي با يلزم وقت تثبت التليفونات وشكون المسؤول بالضبط. قضايا الرشوه الكل وقضايا محاوله اللعب كلهم تشدوا بالتليفونات ولا بالاتصالات. دونك ما نقولش ماهوش صعيب، لكن معناها فما ادله ما فماش ملاحظتين برك. اولا بصراحه قديش الشو والصوره المخزيه نتاع شو نقول معناها نتاع الضرب والعنف والعرك اللي صار معناها لاصق في الكوره نتاعنا، ولا يخليك تنفر تماما من انك تتبع هالبطوله. ما نعرفش انا شو اللي صار مع سعيد سيبي، صحيح غلط، المهم لو ريزولتا انه ماتش يتوقف بعد 5 دقائق، ما كان يتعدى على قناه الدوري والكاس باسكو احمد التلفزه الوطنيه كيف ما العاده، معناها الجمهور واسع عربي واسع. وكذا الحاجه الثانيه ونربطها شويه بالسياسه ونعمل لك ترانزيسيون باعتبار كرونيكور مفيد للمجموعه. ولينا نستسهلوا في تونس في تهم اختيار ياسر، راجل رئيس بلديه اتهموه، مش اتهموه في قضيه التامر على امن الدوله، هذا مسير من بيجا مش تهم الافريقي والله جاء اليوم عقليه خايبه ليه تهمهم انه حبوا يرشيوا فريقه. معناها حاجه من اثنين، يا اما هذه الناس الكل تفلم الدوله والعباد بعضهم ليه انا باناليزي، معناها احنا اليوم ولات لنا حاجه بنال التامر على امن الدوله، وين ماشي يبحث والله ماشي يبحث التامر على امن بالربط. شفت الربط ما عندها حتى علاقه، انا كنت نتسوم مراد لانه سعيد السيبي يفلم ولا ما يفلمش، لا ما عنديش جواب هذاك لمجدد تخربيش تيموز، هذا زاد تميع العنف هذايا وتسهيل العنف. ما ضربوش بحجره دزوا ولا ضربوا بشلبوه، وقصه واحنا نسير راه قصه ضربان الحجره وقصة الجرح راهي هذه اختصاص الاربيتر كما قال نجيب للمعاينة، كان فما تمثيلية الاربيتر يفيق فما جرح ولا فما الجرح، هو معاين ويتابع في الجرح ومدى خطورته، هو اللي ياخذ القرار بناء على ذلك. وقال راهو مضروب ضرب خايب وجرح معاين، وما نصورش الاربيتر هذايا يحب يماري الكلوب افريكان، هو خارج من مشكلة مع البريزيدان بتاعه اللي قاعد يبدو يسب فيه يتحرش بيه، فهمتي معناها في وهو قاعد يسخن وديجا قايد ذلك في ورقة المقابلة، ومن جهة أخرى يأمر هكا يماري في الكلوب في الماتش على خاطر جرح بسيط. فما مواطنين البارح في التواصل الاجتماعي على غرزة ولا ثمانية غرز، راهو العنف العنف تخربيش بالضبط، ما لا مدى لتسهيل العنف يا خويا بالكلام اعمل اللي تحب، العنف شنو الحجر هذا بربي يا نجيب، راهو حمصه والله، راهي ولينا محموسين اخي، ما كنتش تفرجوا في بطولات العالم، ما كنتش تفرجوا في ماتشات كوره في العالم، البارح سيفي وروما ودورتموند خسرت بلاد ضد فريق ولا دبوزه ولا واحد، واسمعني راهي هذه اختصاص ولات استادات الكل، راهو في استاد راد سواء جمهور لاسبيرونس ولا الكلوب ولا ليتوال ولا سي اس اس، راهي دبابس تبدا هابطه، راهي ولات كان اختصاص انا نحن دبابس، ونضيفوا لها ساعات الحجر اذا توفر في استادات اللي توفر فيها حجر ما نبخلوش، يزي شنيه الى متى الريق هذايا بتاع اضرب الحجر واضرب بالدبابس واضرب بالكذا كل عام، ما نعرفش انا عثمان جنيح والله يسخفني في طرح رادس هابط عليه الدبابس كل الواحد كيف معناها في الجمهور جماهير الكلوب جماهير الترجي جماهير الليتوال حتى اللي يمشي لسوسه زاده ما يقصروش معاه في الدبابس، اللي يمشي لصفاق زاده ما يقصروش، شنيه الظاهر علاش بقات عندنا كان احنا يا مراد في الحكايه وبرهان السؤال اللي يطرح نفسه البارح في ورقة التحكيم، قال جمهور بيجا لأن نبدا ورقة هو اللي يقذف توجو بيجا رابحة كوب في عند أربع أيام رابحة كوب، ما أنت علاش هك علاش هك العبث ممكن العبث ولا واستديت يا مراد، شفت كل السور تيران كل العباد اللي هابطه الله اعلم شكونهم، الناس الكل في التيران ولا علاقه لهم بالكوره وزعمه مسؤولين ولا اخر قد كذا، والناس كل بحذا القاريطه والناس كل في وسط تيران، معناها كي تفرجوا لبرا ما نتعقدوش يا اخي ما نتعقدوش، حتى في بلدان عربيه راه ولات كيف تجاوزت الحكايه هذه
زيدون انا شفت احدى الصفحات قبل نهارين من المباراة حرضت على مدرب النادي الافريقي وقالت الجمهور يزوك بتفرحوا به باعتباره انه في مقابلة سابقة توجه للبنك واساء للمبيعية للأسف. وتعدت الحكاية وكأن شيء لم يكن رغم أهمية الصفحات وراه الرأي العام الرياضي لا تحركوا لقصة خطاب عقلاني في برامج ولا شيء تحركوا كان الصفحات بتاع الفيسبوك وهذيك قصة أخرى هالصفحات قاعدة تعمل يلا سالمة تعطينا الأخبار ونرجع IFM Express Assurance. Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière. Get Assurance حبت تدل الحرفاء اللي ما عملوش دي زاكسيدون فوتيف لمدة 5 سنين ولا أكثر وتهدي لهم كارت كاربورون توتال إنرجي بقيمة 500 دينار. تابعونا إذن بعد أخبار 8 باش تتعرفوا كل عادة على سعيد ولا سعيدة الحظ اللي باش تربح معنا اليوم مع Get Assurance. Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière. 38 دقيقة مازال التفاعلات قضية التآمر على أمن الدولة الجديدة. اللي تم الكشف عليها للرأي العام منذ يومين نادي عكاشة على خط هذا التفاعل تصدر تدوينة تقول فيها فيما قالت أنها ستعود ما نعرفوش هل هي ستعود للواجهة من خلال إدلاء بتصريحاتها أم ستعود لتونس وأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من هو الخائن ومن هو المتآمر ومن هو المتحيل نادي عكاشة اللي العباد يقولوا هي دينامو هذه القائمة منين جاء الاستنتاج هذا باعتبار أول استنطاق لأول متهم اللي هو ريان الحمزاوي اللي أمر قاضي التحقيق بإصدار بطاقة إيداع في حقه كل التركيز في الأسئلة على علاقتك بنادي عكاشة فيما فهمه المراقبون أن القضية كونت حول شخص نادي عكاشة أو هكذا يرون ما نعرفوش بالطبيعة هذا ما ستكشف عنه حقيقة الأيام القادمة اليوم مش نتسألوا نادي عكاشة عليش لماذا نادي عكاشة حسب رأيكم نادي عكاشة اللي هي تقريبا العضد الأيمن للرئيس قيس سعيد طيلة سنتين من حكم الرئيس من 2019 ل 2021 مستودع أسراره كتمة السر قائدة اللعبة خيوط اللعبة بما فيها حدث 25 جويلية الحدث التأسيسي في مشروع رئيس الجمهورية نسب تخطيطا وتنفيذا وتنسيقا لنادي عكاشة لماذا انتهت العلاقة الآن لهذا المصير حاولوا نفهموا نتسائلوا على شخصية المرأة ماذا تمثل من يستهدفها لأن درى نحن بصدد صراع أجنحة داخل منظومة الرئيس قيس سعيد أم المسألة أبعد من ذلك حاب نبدأ المرة هذه بنجيب لا يمسيرش نجيب أعطيني هالقضية وعلاقتها بنادي عكاشة ونادي عكاشة وقت اللي تقول هاني جاية شو تقصد وسأكشف للتونسيين إن شاء الله تجي إن شاء الله تجي وتكشف للتونسيين اللي في ذهن هي اكتشاف لأن التونسيين يعرفوا اللي اختيارها تم لأنه الرئيس قيس سعيد يعرفها عنده ثقة في يخدموا معاه برهان للأسرة وجزء كبير من الوزراء بتاعته ومعينته من نادي عكاشة وكان جات نادي عكاشة مستعد فرا وتم عندها تغيير وتم كذا برشا مسؤولين في الدولة اليوم معينته من نادي عكاشة هذه حقيقة موضوعية باه ماذا بيا نحرجك وقول لك شكون سمي لي فما وزيرة اليوم وزيرة الباسبور بتاع رجلها المهنة شنو فيه قارين وزيرة كذا كذا الباسبور بتاع رجلها وهي وزيرة تو 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 وزيرة ما عندها خلي لا ما تقوليش خلي البوساط احمدي ولا خلي البوساط احمدي يعني شنو في الباسبور احنا في الباسبور الصيف انت صحافي محامي المهنه, المهنة زوجة وزيره قارين وزير فلان الفلاني وعليه للاسف واش دخل هذا في نادي عكاشة يا اخي شكون جابها الوزيره هذه هنا جبتها ما انت نادي عكاشة اعطي لها فرصه ما تحلمش بها طول عمرها شكون وزيره البيئه تقصد أنا أنت قلت أنا وزيرة ما نعرفش أنت تعرف أكثر مني عاد أحد أصحابكم أنت شكونا إحنا وشكون شي تغشش رد ذلك لا والله ليش كل أصحابنا عندي معلومات صديق نادي أنت شنية أبا شنية هالمعلومة هذه شنية مراد صغير دي كلمة أصدقاء نادي
تحكي بجد؟ والله تليفونت باستمرار وكذا. انا استغربت كيفاش موجود في القضيه دي. لا لطفي عليه مراد بجد كنت صديق مدير الديوان. كنت على اتصال كما مجموعه من الناس كنت على اتصال ما في تار بربي كما تصل على برشان حسين بربي محضر محضر الاستنطاقات ويجع خويا خذ الاقوال. ايوه واصل واصل. لا خلي كمل عاد بديت. لا 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 نعرف روحه انا اعترافات. لا لا وبديت اعرفها من قبل ما قريته مع بعض السيون جوريدي. لا لا السيون جوريدي من 10 سنين انا شبيك. نادي اصغر منك 9 سنين هي عام 83 هكا ولا بون 83 عام 72 هي جات من السيون جوريديك بعدك انت بعدي برشا اكبر منها 9 سنين مش فرجي. مالا انت كي حتى نجيب اكبر منه برشا معناها كنت انت قدام عام وقت اللي كان نادي وقت اللي كان هو يعرف وقت اللي كانت مديرة ديوان كنت على اتصال كيما نسكل كيما نسكل نسكل فماش نسكل فما هي مش معناها ما قلت جبت عليه الموضوع هذا كيما فما كيلكو بيرسون اللي في تار خدمتهم الصحفيه باه تونجي ونفهموا من عندك على الاقل واصل نجيب. تقول انت عندنا وزيره توا فما باسبورها انتو كان مانيش بعيد على الوزيره نتصور مانيش بعيد ما انت تعرف انا لا انت تعرف لا انا ما سميتش منش انت كونفيرم انت المعلومه اللي اعطاها هذه لا لا ما نعرفش حكيت الباسبور دبر من نشكك خاطر في الباسبور يحطوا مهنه المهنه قارين وزير كيف هاني نقول لك هذا التعليمات اعطات هكا وقتها الوزاره باش يتحط هكا داخليه قبلت هكا معناتها وجود وجود ناديه جاتها فرصه تاريخيه اولا غلطت فيك التصريحات اللي عملتها قبل وشكون اعطاها لها الفرصه رئيس قيس سعيد يعطيك كيما عطى التوانسة الكل راهو رئيس قيس سعيد مش نجيب الكل نجيب مش مدير ديوان واحد برك مش توانسة الكل كان يهزم الرئيس معاه لثكنة العوينة ولثكنة الجيش مدير ديوان ويخليها بجنبه مع الجنرالات مدير ومع مدير ديوان لم نتعود ثيقها ثيقها عطاها مسؤولية رقم 2 في قصر كرتا اكثر من الدور التقليدي بتاع مدير ديوان سيق حتى رقم 2 في دور قرطاج ما انت هو كي حملها المسؤوليه والامانه نعم. يلزق بيتحمل واحد المسؤوليه امانه يكون قد به من بعد اولا التصريحات اللي عملتها وقت المسرب هذيك اللي هي مش في بلاصتها ثانيا تو نقول الخاين والعميل وال الخاين والعميل والمتامر ما انت بتاع تهديد لشكون شنو التهديد اغسل لي المراه هذه قاعده تشتم وقاعده يقال عنها كل معناها الموبقات ساكته المراه هذه تم استهدافها حتى في عائلتها بارح بكل الم تكلمت قالت حتى اخويا اللي توفى معناها ما 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 ما, ما, ما بعدتوش عليه معناها بقيتوا زاد كذا وطالبوا ان تبقى كهوا جماد ساكت تعرف المشكله برهين الناس كانوا يسبوا فيه اليوم تقريبا ولا اصحابهم وياه راهو اليوم ولا هما اللي روجوا نادي عكاش الضحيه راهو الناس كانوا يسبوا فيها الاخوانجيه وجماعتهم أيوة. اليوم هما اللي ولاو يدافعوا معناتها بس من شكون سب نادي عكاش من جماعه الرئيس حتى واحد كيف توضع في قائمة فيها كما قلت أنت مثلا الإسلاميين اليوم خصومها يقول لك هذا مش دليل على ضعف وهشاشة القضية حيث لا رابط موضوعي لا فما رابط بين جميع العناصر فما رابط موضوعي يا برهان رابط موضوعي فما حاجة واحد اسمه كامل الجيزاني رابط موضوعي أنا تعرف الرابط الموضوعي وين مش موجود يعني معناها شكون الكارفور بتاع الملتقى هالمؤامرة هذه بتقديرك أنت أراه اليوم في الليستة لتقرأ فما زوز أمنين في اخر التوافق بين النهضه والنداء اللي هو كمال وعبد القادر فرحات اي شنو المشكل معناتها ذوما زوز امنين اخر زوز امنين في التوافق ما بين النهضه والنداء يا فما جماعه رئيس قيس سعيد نادي عكاش ما حاسره جماعه قيس سعيد قبل كانت ونادي عكاش جات كموظفه تكنوكرات مجموعة قيس سعيد ماهيش بنت المشروع نادي عكاش هكا دافعت عليه في المشروع دافعت عليك خدمتهم برشا اللي يدافعوا عليك خدمتهم معناتها مش نادي عكاشة حامل الفكر والتصور تاع قيس سعيد ما هو اللي مش نحطوا الامور في نصابها معناتها نادي عكاشة تحملت مسؤوليه وظيفه تحملت مسؤوليه وظيفه مراد مش صحيح يعني هل قالت تمام على بنت المشروع نادي عكاشة اش معناها بنت المشروع يعني عملت الحمله مع قيس سعيد انت عملت الحمله عملت مع الحمله مع قيس سعيد تجيزها وفما كنت مراد تقول لك ريت اكثر حاجه توترني كي تكذبني في وجهي ما نحترموا بعضنا شوي تو انا نقول كان عملت الحمله بالفيديوهات انا عايز تخبر اني عملت الحمله نجي بتزيد وفاهم شنو هي المشروع اللي في مخي نادي عكاشه موظف عايته لها تخدم
يعني نادي عكاشة ماهيش سونيا الشطري بالضبط، ماهوش مش المجموعة، مش ماهيش 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 المجموعة الايديولوجية اللي متبنية فكرة النظام القاعدي والكلام هذاك. مراد خلينا نفهم رايك انت في الحكاية هذية، وما سمعناكش البارح تعلق حتى ما كنتش معنا بخصوص مسألة نكمل نقطة وين اللي هنا الرابط ما يجيش ابو رهين مثل مع ريان ريان الحمزاوي ونادي عكاشة، الربط صعيب على بعضه. اذا ما الذي يحصل؟ ما عنده هني قلت لك ما عنده ينجم ربي ظهر الحق وش ليه ايش ليه صاير هو النيابه العموميه وكذا فهمنا. اما في الراي العام السياسي نعم كي تقول ندي عكاشه تقول العدو دار الحمزاوي سوى بو ريان رياض صلى نحاولوا سياسه انا واحد من الناس الامانه هم نسمع في الناس كل وقتها في تنبك العركه دخلت مع الزوجات راهم التعبوا فيه مش معقول وكذا معناتها وقتها ريان ورياض مستهدفين من قبل النادي هذه حقيقه موضوعيه. باه خلينا فتره فيك وبعد نرجع. Shell V-Power, le carburant premium il y a-t-il motor كرهبتك اكثر نجاعه وفاعليه. Shell V-Power est le produit de l'année. نسيب هذه حلقة الخميس 1 جوان 2023، مازلنا نحكيه على التداعيات هالقضية الجديدة اللي طلقت بعنوان التآمر على أمن الدولة. حكينا على نادي عكاشة، يبدو نادي عكاشة كانت حاضرة وبقوة في بطاقة الإيداع الأولى التي شملت ريان الحمزاوي رئيس بلدية الزهرة سابقا. سرياض الحمزاوي بو ريان الحمزاوي، سرياض مانيش مخذينه فقط كبو لريان، أيضا حتى هو سئل وموجود في الواحد وها وبوك كان وبوك وعلاقتكم بنادية والحكايات هذية. صباح الخير سي رياض. صباح الخير سيدي برهان، شو حوالك لاباس؟ طمنا عليك وعلى المعنويات. الحمد لله الحمد لله. تعرف ما مالفين هكا هو الحمد لله الحمد لله على كل شيء. يعيش ربي يخليك ان شاء الله. يعيش سي رياض، سمعناك البارح مع معز بن غربيه حكيت على بعض معطيات بخصوص القضيه. اولا قلت لي ريان فقط الان سئل عن علاقته بنادي عكاشه. بالضبط بالضبط، انا اعطيك توضيحات مش اي الحقيقه هو ريان نهار الخميس اللي قبل الفرض مشى بالضبط الحرس ونقول انه الاجراءات نتاع الحرس صاحب الحياه لانها سليمه بكل صراحه، وكل ما نسمعوا ساعات في بعض الاحيان كله مغالطات. يعني انا نفسي مشيت وسلموني بعض الوثائق وكل ما هزوه من سيارته وغيره حتى معناها الحاسوب وغيره، لكن كانت الاجراءات نتاعهم سليمه 100% نحب الساعه هما نحييهم. هذا واحد، كل واحد لازم ياخذ حقه. اثنين انه السؤال كان من خلال المحامين في 48 ساعة الأولى باتباع المراشي، ولكن بعد 48 ساعة كان السؤال هو اللي عرفناه انه ما هي علاقتك باتباعها بنادي عكاشة اللي هي يبدو بعد طرحة الصورة انها معناها متهمة بالتآمر على أمن الدولة. هنا كلامي تسمع معقول جدا، وضحوا وقرروا ما عنديش علاقة ب السيد نادي عكاشة وانها كانت رئيس ديوان تسكن في الزهره صحيح، ولكن صار فما خلاف كبير فهمتني الله يهدي باللي تسبب فيه ونجم نهار اخر نقول عليه انا، ولكن وصار عمل حتى فيديو والخلاف كان كبير كبير برشا ما بيناتهم، وكانت فما فيه تداعيات كبيره زاده لان هي صوروا لها او سوقونها ان الشرطه البلديه هي اللي اعتدت على اخوها الله يرحمه اللي هو ولد الزهره زاده. ايوه فهمتني؟ واللي بالمناسبه ترحموا عليه تبدا الامور واضحه. اكيد. لكن هل طبيعي جدا احنا وضحنا لها انه معناها الان الشرطه البلديه من 2011 ما عادش مرجع النظر نتاع رئيس البلديه ولات مرجع النظر نتاع المنطقه ووزاره الداخليه. ثم ان خوها في نقطة فاصلة ما بين أمام نصر الزهرة ما بين حامل نفو الزهرة، ثم أنه عون التراتيب في دورية مشتركة مع عون أمن تابع معناها بلدية حمام الأنف، وبالتالي رئيس بلدية الزهرة لا علاقة له بالموضوع من قريب أو من بعيد. نعم وضح هذا أمام هكا بعض الصفحات اللي نعرفهم والناس الكل تعرفهم وخرجوا وحبوا يوقفوا الأمور ورئيس البلدية وحب ياخذها وقت القصة ذيك نعرفوها كاملة. أيوة. وهي ما حبتش وقت الأمور وانتشرت الحكاية ذي خرج وعمل فيديو عملت تقريبا 800,000 جد ربما الشيء اللي خلاها اختزت أكثر من هكا. أنا نمشي أنا عندي مصنع ونعرف رد الفعل نتاعها ونعرف وزارة التجارة وكيف جاتني تبني والإجراءات اللي خذيتهم فيها ونعرف اللي هي امور زاد كيدي قبلنا اللعب ذاك هو. يعني كنتوا يعني كنتوا في عركه مع نادي عكاشه. كنا في عركه واضحه، ولكن انا نقول لك اكثر من هكا
وهذه مسؤولة بعد المسؤولية. فهمتني؟ نعرف التسريبات اللي صارت. من جملة التسريبات معناها وقع ذكر التسريب موجود معناها. بالضبط. فهمتني؟ قال هذا ما الله عملوا فيا والدنيا وعائلة الحمزاوي والحكايات هذوما ومعروفة. وعلي معناها العاقل اللي ما يفهمش يعرف أنه فما علاقة متوترة ما بيناتهم. فهمتني؟ أنا فهمتش علاش لم يقتنع قاضي التحقيق لا اقتنع قاضي التحقيق ونقولها لأنه بعد الحرس البحث مادامش أكثر من نصف ساعة مباشرة تعدينا إلى حق التحقيق. لا عملنا اختبار التليفونات ما لقينا شيء في التليفونات وهذه نقول أنا ما لقيتش بس أثناء فهمتني أنه فما أخت في الخطوط التونسية بعثت له قطر ونادي حكاشة اتنحات في صفحة من صفحات مع اسمه زايك ولا يكري وقت يصير خبر معناها ويخرج فهمتني عادي هذا الناس كل تتقاها الحكاية زي إلى حد الساعة الأمور واضحة. في حق السيد حكم التحقيق اقترعها وكانت معناها تقريبا دافع على نفسه وعطاها الوقت الكافي هذا ما يقولون المحامين وخلوني أبدها ودافع على نفسه كما يجب بالمؤيدات والحجج والقرائن والبراهين. نعم. إلا أنه قالوا راه ولا أنا عندي عكس حتى فهمتني وعندي إثباتات أنك أنت عندك علاقة بها من خلال فهمتني أنه شاهد يقول أنه عندك علاقة بها وأنه هي عندها موضوع التخابر وأنك أنت فهمتني معناها متورط في هذا معها فهمتني. قالوا أخويا إثبتولي فضل أنا بس كل تعرف إذا شاهد إذا ما عرفش فهمتني اثبت لي من اول ما يسالش نتكافح معاه نشوفه نحكيه يعطينا براهينه يعطينا قرائنه انا من نقبله فهمتني. قالوا لا قال لك لا انه في قضايا هذه باعتبار قضيه تاع امر الدوله متصنفه في بالضبط لا يمكن ان نتكافح الشاهد ولا تعرف انه تكافح فهد الشاهد او انه تطلع على يعني سيرياض اللي نفهمه منه ان القضيه هذه ايضا انطلقت ومنطلقها ومرجعها شاهد يقول راهو فلان عمل له فلان كذا فلان فلاني ابن فلان الفلاني الذي والده رئيس بلديته ورئيس بلديته شو تقول انا والده اللي كان في 2009 ولا 2001 رئيس بلديه والده ما انا ما تعرفوش يبدو لك انا ما تعرفوش اللي هو رئيس بلديه واطلعتوا على مضمون الشهاده هذه اللي كانت منطلق الابحاث وراها ما طبيعي وراها من السيد حكم التحقيق الشهاده مكتوب على ورقه بيضاء بقلم واضحه هزين ولفظان انا صراحه هزين ولفظان فهمتني كلام لا يستقيم اطلاقا. انا عندي اسئله طرحتهم صراحه فهمتني انا عندي اسئله طرحتهم لانه الحقيقه مش مقتنعه حتى العقل والعقل ما يقبلش هذايا. هذه قضيه معناها تاع امن الدوله مستترين عليها حتى احنا عندنا اشاره 48 ساعة بعد ما عرفنا الموضوع أن الموضوع يتعلق بلاد عكاشة ما تخرجش الموضوع وأنا والده حتى لي والدي ولزوجتي وأبنائي ما خرجش الموضوع ما قلتش على الموضوع قلت نقول اللي يكلمني يقول له شاء الله لاباس الأمور لاباس والحمد لله رب العالمين تفرش فهمتني وابتلاء من الله وإحنا نعرف ربي إذا ابتلى بشر راهو يحبه. كيف للشاهد سؤالي أنا المطروح البارح والله بلقت في هذا الموضوع قاعد يدور في بقي كيف للشاهد عرف أن نادي عكاشة عندها قضية تاع تآمر على أمن الدولة ومشى وقدم الشهادة نتاعو. ثم هذا السؤال مطروح، إذا هذا ما عادش شاهد. ما عادش واشي. في نظري أنا. هذا أصبح هو الشخص الذي أثار الدعوة. هذا مفترض. إذا دعوة تثار بشخص معناها مجهول ومتقارب بلاش حجج بلاش قرائن. نعم. فرقة بيضة ونقضي على مستقبل البشر. رسالة خايفة للشباب غير تحمل المسؤولية. نعم 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 سيرياض المحامين بعد 6 ساعتين دقيقة رفضوا باش يمضيوا المحاضر. نعم لأنهم طالبوا بالشهادة. نعم تبني. نعم أمضى قدامهم قال أنا نقبل باش نمضي لا لشيء إلا لأني نحب نعاقب نفسي لأني تحملت المسؤولية في هذا البلد. هذا هو هذا ترحم الرسالة وزارة المحامية الرسالة مؤثرة جدا 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 سمحني اخويا برهان دقيقة برك. نعم وجهها لأصدقائه قبل عائلته ولأحبابه وأصحابه ألم أرفعوا رؤوسكم راني إذا وقفت ومتوقف اليوم ومشون على أشياء لا أجهلها ولكن على ذنب لم أقترفه رسالته كذلك لعائلته ورسالته عملها لأبنائه
بنت ولده، قال لهم ارفعوا رؤوسكم لاني راه ابوك مكتم البلاد وحب البلاد. وكان يقوم الخمسة تاع الصباح بيشتبع كاميرون الزبله ويسعى ويجري في السفارات وفي الادارات وفي المؤسسات وفي المنظمات باش يشيل التمويلات للبلديه وباش يعمل انجازات ويحقق هو الطموحات نتاعو والبرنامج نتاعو اللي هو يرجع بالمصحه لابناء الزهر. تقريبا هذه هي رسالته. قال اني ننتظر من اذا ما لقاش حقي في عداله الارض راني انتظر حقي ومن عداله السماء. هذا واحد. اثنين وجه رساله لهذا الشاهد وقال له شيء لنش ما نقول لك سوى حسب الله ونعم الوكيل. شنو يا ربي ناخذ حقي اجلا ام عاجلا؟ ربي ظهر الحق. تقريبا الرساله نتاع ابني. بارك الله فيكم. يعيشك سيريات. وانا اذا هذا هو الموضوع كان يتعلق هنا باش نخرج شويه على الموضوع يتعلق نعم بنادي عكاشه. نعم. يبدو لي انا شخصيا الناس كلها نرينا اليوم المسلسل تاع الناس وكلها فاهمه ومنظمات وجمعيات ومواطنين. والبارح الزهره الرياضيه ما شاء الله لعبت بالمراه والسيب الرياض. معناها الحقيقه مسلسل انا شخصيا بهت وعرفت قيمه ولدي. نعم. وعرفت في نفسه انه الناس تعترف بالجميل. نعم. واذا تعمل الباهي لك ما تنكر في الباهي. رسالتي خويا العزيز وتسمح لي في اقل من ثانيه. هي. للناس الثلاثه كورونا كرات هذوما اللي خرجوا ونحب نحرجهم هنا في الحصه نتاعك. واحد يقول والله راهو ريان من نعرفش قلعه براتس ولا حدث مع براتس. لكن يقول لا والله من اجل انه السيد الوالي تاع بن عروس عمل حفله في اذنا وكانت باش تقع عمليه ارهابيه من ريان وهو نحاها. فهمتني؟ ثالث يقول والله راهي عمليه لا رجوع على الوراء وهذا مجرد. فهمتني؟ والمحاسبه. انا في اعتقادي نحب نوجه لهم هما رساله ليهم هما. نقول لهم اللي حقه في بقعه ريان اليوم اذا هذا هو الموضوع نتاع التآمر والعلاقه بين نادي عكاشه حتى النظر نعرفها ما نعرفش عليها بريئه ولا متهمه هذا لا يعنيني اطلاقا. هذاك من انظار العداله. نقول لهم اللي حقه اليوم في السجن هم انتم لانكم انتم كنتم تقبلون امس وكنتم من الناس اللي قاعدين اكثر ونكتفي بهذا. واضح سيريات. أكثر نعرف نعرف سيريات. شكرا جزيلا. يعيشك سيريات. أكيد أكيد. يلا شدة وتزول. يلا سيريات شكرا شكرا شكرا. والد ريان الحمزاوي تبقاو معنا باش نعرف تعليق. وما سمعتش مراد ما سمعتش زياد جوست بعد الميتيو والأخبار. بعد شوية مكملين في أميسيون إمبوسيبل مع برهان بسايس على إي إف إم أحلى غاديو. Thank you.